واحدة من أكثر الأشياء العجيبة في عالم جورج آر مارتن هي أنه صعب جدا أنك تتنبأ بقصة ومصير شخصيات، وحتى وإن قررت أنك تتنبأ فالأفضل لك أنك تتشائم قد ما تقدر في تنبؤاتك. وإن صار وقدر عقلك أنه يحاول التنبؤ بشكل متشائم لأحداث القصة ومصير شخصياتها، راح تتفاجأ أنه تشاؤمك مجرد لعبة أطفال، واللي بيصير للأسف راح يكون أتعس وأكثر تشاؤم. مسلسل هاوس اوف ذا دراجون يا جماعه مستمر في ابهاري، حلوه ابهاري لا حقيقه يا جماعه، ومستمر انه يخليني في نهايه كل حلقه اقول المسلسل هذا يخوف. واحدة برضو من أكثر الأشياء اللي عجبتني في هذا العمل هي القدرة العجيبة والرهيبة في سد فجوات استيعاب المشاهد أثناء القفزات الزمنية. معظم الحلقات كان فيها قفزات زمنية كبيرة، وهالشيء يفترض أنه تحدي جدا كبير لصناع المسلسل يا جماعة، ما هو شيء سهل أبدا. كيف تقفز قفزة زمنية طويلة وفي نفس الوقت تسد الفجوات وتجاوب على أهم الأسئلة اللي ممكن يطرحها المشاهد؟ وهنا يا جماعة الكلام اللي جوته كلام، وهنا اللعبة اللي جوتها لعبة، وهنا الإبداع اللي جوته إبداع. الحلقة السادسة من هاوس أوف ذا دراجون قفزنا مع القصة حوالي 10 سنوات، ما بين الحلقة الخامسة والسادسة 10 سنوات دايم. ومن خلال إضافة شخصيات جديدة ودعمها بحوارات وأحداث مناسبة، ومن خلال تطور بعض الشخصيات الرئيسية، قدرنا إننا نستوعب أهم الأجزاء وأهم الأشياء اللي حصلت خلال 10 سنوات. لاحظوا إني قلت أهم وليس كل، كلام عن 10 سنوات صعب جدا انك تختصر كل حاجة فيها، فلذلك كانت اهم الاشياء. أليسنت وابنائها اللي صاروا كبار، رينيرا وابناء الزنا اللي معاها، لينور وبلاهته وعدم مبالاته، ديمون وانسيابه في حياة الرفاهية وبعده عن السياسة، فيسيرس اللي بلغ من الكبر عتية وتمكن منه المرض بل انه فقد يده اليسرى كاملة، التطورات اللي حاصلة داخل البلاط من تحالفات، من مشادات، من غدر، من خيانة، من تنانين جديدة ومن تنانين قديمة. جميع هالأشياء يا جماعة حصلت خلال 10 سنوات، واختصرها لنا الكاتب في حلقة واحدة. أكرر أهم الأحداث والأشياء. تبى تنتقد القفزة الزمنية اللي حصلت خلال 10 سنوات، خذ راحتك انتقد من أبسط حقوقه، بس ما تقدر تنكر أنه تم معالجة القفزة هذه بشكل جدا رهيب ومبهر، ويجبرك أنك تصفق وتطبل. ويا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. رجعت لكم بمراجعة الحلقة السادسة من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون، وعلشان ما أطول عليكم في المقدمة، اضغطوا على زر اللايك لو عجبكم الفيديو، واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات علشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والتويتش والديسكورد، كلها موجودة في صندوق الوصف. غير كذا يلا بينا نخش على المراجعة. بدأت الحلقة بأنين وصرخات الأميرة رينيرا وهي تضع طفلها الثالث جوفري. كيف نعلم رينيرا ولينور إنه اسم جوفري نحس؟ كيف نعلمهم إنه جوفري القديم مات في زواج، وجوفري الجديد برضو مات في زواج، وكلهم للأسف ماتوا موتة بشعة، لا وكلهم عيال زنا، عوتش. المهم يا جماعة اسمحوا لي أثني على مؤدية شخصية رينيرا الجديدة. مشهد ون شوت أو لقطة واحدة في بداية الحلقة كان من أروع ما يكون، حوالي 3 دقائق جسدت فيها الدور بشكل جدا رهيب ومؤلم، من صرخات الولادة وإلى خروج الطفل وإلى خروج المشيمة أو الأفتر بيرث، من مشيها داخل ممرات القصر وصعودها الدرج، من كلماتها الممزوجة بالألم والمجاملة، وإلى وصولها إلى الملكة أليسنت. يا لطيف يا جماعة، يا لطيف والله، إنها قدمت دور جدا جدا رهيب. أول ظهور للممثلة إيما دارسي كان يبيض الوجه، تسجيل دخول لشخصيتها ولا أروع، المشهد خدمها، وأداء الممثلة نفسها كمان كان جدا رهيب. تحية يا جماعة، تحية يا جماعة للأميرة رينيرا الجديدة، تحية. كلنا عارفين نوع العلاقة اللي تجمع رينيرا بزوجها لينور، زواج مصلح، ولكن يبدو إنه الذيبان لينور فلها بزيادة لدرجة إنه لا يهش ولا ينش، عارفين كذا شكل زوج بالمظهر بس. همه بس انه يهيم ويشرب ويفل امها ويمارس اللواط والعياذ بالله مع كل شخص يجي في طريقه، ولانه ابناء رينيرا مش ابنائه، فشفنا كيف انه مشاعره تجاههم اشبه بكونها صفر، طبيعي جدا ما تربط بينهم اي صله دم حقيقيه، على عكس السير هارون اللي كانت مشاعره تجاه ابناء رينيرا مشاعر جدا جياشه لانهم ابنائه في الواقع. ومشاعره هذه للأسف ما قدر يسيطر عليها في لحظة ما وجابت فيها العيد، أقصد لما كان يدرب أبنائه مع أبناء الملكة أليسنت
والسير كريستن. وعلى عكس السير كريستن يا جماعة اللي كان مستعد انه يقتل نفسه باسم الشرف، سير هارون يا جماعة قليل شرف، بل انه نقدر نقول انه ما عنده شرف اصلا، كل تفكيره منصب على ما بين فخذيه، ولا حتى عنده مشكلة في انه ينجب ابناء زنا الى هذا العالم القاسي، ومش ولد زنا واحد، لا ثلاثة. لا فكر في شرفه ولا في شرف ابوه ولا في شرف عائلة الستروغ نهائيا. كان عنده القدرة انه يوقف في مرحلة ما من ممارسة هذه الخطيئة ويتصرف، ولكن للأسف لما قرر انه يوقف ما وقف الا بعد ما جاب العيد، وقتها نقدر نقول انه ايش، فات الاوان اصلا. It's too late to stop now. العلاقة الآن ما بين أليسنت ورينيرا خلاص يا جماعة صايرة مولعة. أليسنت جالسة تحاول إنها تنفذ وصية أبوها أوتو هايتاور بكل حذافيرها، وهالشي شفناه وهي جالسة تبرمج عقول أبنائها. يا عيالي لازم تكونوا يد واحدة، لو عيال رينيرا تمكنوا، لو رينيرا بنفسها تمكنت من العرش ما رح يحمي رؤوسكم من حد السيف شيء. غير إنه أليسنت جالسة تبذل قصارى جهدها في محاولة كشف وخداع وكذب رينيرا، سواء كذب الماضي أو كذب الحاضر في جلب أبناء زنا لهذا العالم. في كل الأحوال يا جماعة التطور اللي صاير للشخصيتين أليسنت ورينيرا جدا جدا مبهر. رينيرا صارت الآن تبحث عن مصالحها الشخصية والسياسية، وأليسنت كمان صارت تبحث عن مصالحها الشخصية والسياسية، ولكن الفرق ما بين الثنتين هذولي هي إنه رينيرا جالسة تحارب بلا شرف بلا كرامة وبكل أنواع الخطايا، وأليسنت جالسة تحارب بكل شرف وبكل أخلاق وباسم الكرامة ونبذ الخطايا. وعلشان ما أكون سحبت على الممثلة أليفيا كوكي يا جماعة، للأمانة هي كمان قدمت دور جدا رائع. أوكي مؤدية شخصية رينيرا أفضل منها للأمانة إلى الآن، بس للأمانة قدمت دور جدا رائع وعكس لنا مدى تطور وتحول شخصية الملكة أليسنت من مجرد طفلة بريئة تأكل أظافرها وتتبكبك في الأسياب إلى ملكة لها كلمتها وقيمتها وسط البلاط الملكي. فياب تستاهل تحية يا أخوان لأوليفيا كوكي مؤدية شخصية أليسنت. وحكاية إنه أليسنت طلبت من رينيرا إنها تشوف جوفري بعد ولادته مباشرة توريك كمية الاستقعاد اللي مسويته أليسنت للأميرة رينيرا. الولد لسه دوبهم قطعوا حبله السري، هاتوه أبغى أشوفه بسرعة. أنا في البداية قلت هاي وش قصة أم الملكة أليسنت، إيش التصرف الكريه ذا، ليها ترتاح شوية. بس اكتشفت لاحقا إنه ما هو وقاحة منها ولا حتى كراهية، بقدر ما إنه الملكة أليسنت كانت تتمنى انها تشوف اخيرا ابن شرعي للاميره رينيرا، شعره ذهبي شعره فضي اي شيء من هذول الاثنين. بس تفاجات انه كمان الطفل الثالث لرينيرا شعره غامق، بمعنى اخر انه برضو ولد زنا. كميه العباطه اللي في رينيرا ما هي طبيعيه ابدا ابدا ابدا. اللي في لك واحد لا اخلف ثلاثه وكلهم عيال زنا، واللي في راسك يا أليسنت اعمليه يلا. يا ساتر يا العباطه. انتقل بنا المخرج الى عش التنانين، ويا له من مكان رائع ومذهل وممتع التواجد فيه، واللي اكتشفنا اشياء كثيرة جديدة عنه في هذه الحلقة. يبدو انه ابناء التارجاريان لهم لحظات كثيرة منذ يعني ايش، لما يصيروا يقدروا يمشوا على رجولهم يقدروا يروحوا ذاك المكان علشان يتقابلوا مع تنانينهم ويحاولوا يتواصلوا معهم او يخلقوا حلقة التواصل بينهم وبين التنانين. ممكن مش بشكل دائم، ولكن على الاقل الين يصير عندهم تواصل مباشر مع تنانينهم مثل ما قلت. وشفنا لحظة تواصل جيسيريس ابن رينيرا مع تنينه الصغير فيرماكس. اللي فهمته الآن إنه علشان تتأكد من إنه هذا التنين مناسب لك واختارك أنت، لازم تقابله بشكل دوري ولازم تعطيه مجموعة أوامر بشكل متكرر. على سبيل المثال وقف، اجلس، طيعني، لا طيعني، ارجع، قدم، أو ممكن تقول له العبارة الشهيرة دراكارس. وإذا نفذ هذه الأوامر بشكل ممتاز ومن دون أي عباطة، معناته إنه هذا التنين إيش صار لك، صار ملكا، وما راح يطيع أوامر أي شخص بعد كذا إلا أوامرك. وهذا اللي حصل مع جيسيريس وتنينه فيرماكس. قال له وقف، قال له ارجع، قال له احرق حرق أو دريكارس، ونفذ الأوامر من دون مشاكل. عموما يا جماعة في عش التنانين عرفنا شيء مهم جدا عن الأطفال الجدد هذول، أقصد أبناء رينيرا وأبناء أليسنت، وهي إنه عيال رينيرا أوكي وضعهم كويس إلى الآن، ولكن هيبتهم قد تكون أقل. في النهاية هم أبناء الأميرة غير أبناء الملك. ولكن يبدو لي إنه أيغون
ولد أليسنت ما زال طفل ثور ويرعى ولا يبدو عليه الجدية، بل انه جالس يهزأ باخوها الصغير ايمون. انا توقعت للامانة ايجون بيكون له من اسمه نصيب، ايجون مسمينه على اسم ايجون الغازي، اكيد بيطلع ولد قادح مجنون، بس بعد ما شفته متعلق في الشباك وجالس يمارس العادة السرية غسلت يدي منه. ما ادري وش بتسوي فيها الايام، بس اللي انا متأكد منه انه ايمون اخوه الصغير شخصيته قد تكون افضل منه بمراحل، سواء بجديتها بحضورها او حتى بقسوة تعابير وجهه. واكتشفنا برضو انه ايموند ما عنده تنين الى الان، بل انه يبدو انه من البداية ما كان عنده بيضة تنين اصلا. وبرضو عرفنا معلومة جدا مهمة عن بيوض التنين، بعض بيوض التنين تاخذ وقت كثير الين تفقص، وبعض بيوض التنانين اصلا ما تفقص، تظل كذا متحجرة الى الابد ما تفقص، حطها عند النار ارميها وسط النار ما في فايدة ما راح تفقص. مثل ما وضحت لنا لينا اللي اكتشفنا انها تزوجت ديمون او الامير ديمون، اللي في النهاية للاسف شفناها ميتة محروقة هي طفلها في بطنها بواسطة التنين الكهل فيجار. اقسم بالله التنين فيجار شكله يخوف، كبير في السن، كهل ومرعب. وبالحديث عن التنين فيجر او التنين الكهل مثل ما وصفته، فيجر يا جماعه يعتبر اضخم واكبر التنانين الموجوده حاليا في عالم الروايه. اكبر تنين قبله كان عايش كان التنين باليريون او الرعب الاسود، واللي شفنا جمجمته في مكان ما تحت الارض في كينجز لاندينج. وقبل نروح لاي نقطه ثانيه يا جماعه، وبما اننا جالسين نتكلم عن التنانين، شفت انه في بعض الجمهور في تويتر وفي مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدون المؤثرات البصريه في حلقه اليوم، سواء في رسم التنانين او في تحريك. احب اقول لكم اوكي من حقكم تنتقدوا، خذوا راحتكم، بس احب اقول لكم يا عيال والله معليش، والله مره معليش، رسم التنانين وتحريكهم في حلقه اليوم والله كان من اروع ما يكون، سواء التنين الكهل فيجار او فيرماكس او حتى كراكس تبع ديمون. انا ما ادري وش الجوده اللي تابعتوا فيها الحلقه، بس احب اقول لكم لازم تعيدوا متابعه الحلقه بجوده افضل وبعدها احكموا على السي جي اي. السي جي اي في رسم التنانين وتحريكهم في حلقه اليوم كان جدا جدا رائع. طيب يا جماعة، أليسنت عندها بنت اسمها هيلينا، ويبدو انه البنت هذه غريبة اطوار بما فيها الكفاية، لدرجة انها جالسة تحلل دودة. اوه لديها عيون ولكنها لا تبصر، لديها ارجل ولكنها مدري ايش. عموما ما علينا من هذا الكلام، انا انحرقت علي معلومة بسيطة في المسلسل، لا تخاف ما راح اشاركها معك، بس في عبارة قالتها هيلينا وقت كانت تتفحص الدودة، وقتها كان أخوها أيموند موجود. العبارة اللي قالتها هذه خلتني أشك إنه البنت هذه معاها مصيبة مقارنة بالشيء اللي انحرق عليها. إيش هي المصيبة؟ أنا قدرت أتوقعها، بس أنت راح تكتشفها في المستقبل إذا تم توضيحها. طبعا الشاشة الآن صارت سودة، لو ما تحب أشارك معاك المعلومة اللي انحرقت عليها سوي ميوت للفيديو إلى أن تختفي الشاشة السودة وبعدها فك الميوت. حلو الكلام؟ حلو الكلام. 3 2 1. ايموند يا جماعة في المستقبل يفترض انه راح يفقد واحدة من عيونه، وهذه الحاجة اللي انحرقت علي. طبعا الجنية هذه اخته اللي اسمها هيلينا قالت عبارة تخوف. لما ايموند دخل عند امه وهو مغبر ووسخان وحالته حالة على اثر دخوله العشة التنانين، أليسنت كانت تقول له يوما ما راح يصير عندك تنين بلا بلا بلا، هذا الكلام مش مهم. ولكن فجأة هيلينا وش قالت؟ قالت he will have to close an eye، ترجمة تقول لازم يتجاهلهم، which is هذا اللي يقدر يقوله المترجمين، ولكن الترجمة الحرفية اللي قالتها هيلينا لازم واحدة من عيونه تنقفل، وكأنها جالسة تتنبأ انه ايموند راح يصير اعور في المستقبل. اكرر هذه المعلومة اللي انحرقت علي، ايموند راح يصير اعور. هل هي مستبصرة ولا قارئة طالع؟ انا من يعرف، بس هذا اللي فهمته، هيلينا تقدر تتنبأ بالمستقبل. دايم نرجع يا جماعة لفيسيرس اللي بلغ من الكبر عتية والمرض تمكن منه وأفتك في جسده، وعلى الرغم من أنه جراحه في الماضي تسببت في قطع أصابعه، إلا أنه جراح المستقبل تسببت في قطع يده اليسرى كاملة. شعره متساقط، مشيته وتحركاته يا دوبك يلا أنك تعينه. أنا للأمانة توقعت أنه يموت قبل الحلقة السادسة، بس يبدو أنه باقي عنده شوية بنزين يمكن يكمل معنا لنهاية الموسم أو للحلقة القادمة، والله ما نعرف. عموما يا جماعة في حوار جدا جدا رهيب حصل بينه وبين أليسنت. أليسنت كانت تحاول تقنعه انه ابناء رينيرا ما هم ابناء شرعيين، وبالرغم من هذا كله تفقصت بيوض تنانين لهم، وانهم ابناء زنا ومن هذا الكلام بلا بلا بلا. ولكن في سيرس اختار انه يغض الطرف ويتجاهل وينكر الموضوع. لا لا يا شيخة تحصل، يعني علشان ابناء رينيرا شعرهم غامق صاروا ما هم عيالها او عيال زنا؟ لا لا تحصل يا شيخة، كان عندي فرس سوداء غامقة زي الفحم، والجيران
زمان كان عندهم خيل رصاصي أو فضي، وتخيلي إنهم أقاموا علاقة هذول الخيول وخلفوا خيل إيش لونه؟ بني. سبحان الله تحصل، أقول لك تحصل يا شيخة لا توسوسي. رينيرا هذول عيالها مرة الأمور طيبة. هو واضح إنه عارف، يب هو كذا في قرارة نفسه عارف، بس عامل نفسه مجنون. ليش عامل نفسه مجنون؟ ببساطة لأنه إذا تم فضح رينيرا وهاروين راح يتم إعدام رينيرا وأبنائها وهاروين معاهم، لأنهم كلهم عيال زنا والعلاقة دي غير شرعية تماما. فالحل شنو يا فيسيريس؟ اعمل نفسك مجنون. أليسنت عارف انه مسوي نفسه مجنون، وهو عارف انه أليسنت عارفه انه مسوي مجنون، بس اختار انه يستمر في انكار حقيقة انه عيال رينيرا عيال زنا لمصلحة وحب بنته في النهاية. وكلنا عارفين فيسيريس قد ايش يحب رينيرا. مسكين فيسيريس يا جماعة، والله ضعيف والله. وفي نفس الوقت ترى هو اللي محافظ على الحرب الباردة هذه بين أليسنت ورينيرا. صدقوني لو فيسيريس مات بتشوفوا حرب طاحنة ما بين الثنتين هذولي، صدقوني بتشوفوا مصائب ومكائد على العلن. ومثل ما قلت لك في بداية الحلقة، إذا ودكم تتوقعون شيء في المستقبل اتوقعوا أتعس وأسوأ السيناريوهات. وإذا خلصتوا توقع وتحريات، أنا أقدر أبصم لكم بالعشرة أنه راح يصير ما هو أتعس وأكثر تشاؤم من اللي توقعتوه. وتذكروا كلامي، هذا اللي قاعدين نشوفه أصلا في المسلسل، نتوقع شيء يصير أسوأ أسوأ بمراحل. الأعرج أو السير أو اللورد لارس، المشيش المبلف السوسة، تعرفون مقولة ما يأخذ إلا ويعطي؟ الآدمي هذا واحدة من رجليه معطوبة خربانة من يوم ولد، ولكن في نفس الوقت عنده عقل داهية، عنده عقل شيطاني. لأي درجة شيطاني؟ لدرجة أنه قتل أبوه وأخوه. يب قتل أبوه وأخوه وأحرقهم هم وقلعتهم. أنا كنت متوقع أن أبوه عنده وجه ثاني ما نعرف وإحنا مستخبي يعني، وأن كل تصرفاته أمام الملك في سيرس ما هي إلا نفاق، ولكن طلع الكلام ذا كله غلط. الآدمي طلع فعلا رجل كريم ونبيل وشريف وصاحب أخلاق، بل أنه حاول يستقيل من منصبه أو منصب الهاند أوف ذا كينج باسم الشرف. بس اللي محيرني وقاهرني يا جماعة، ليش لارس عمل هالشي؟ ليش أحرق أبوه وأخوه وقلعة ألسترونغ كاملة؟ هل فيه ماضي معين كون لنا هذه الشخصية الغريبة والمخيفة؟ هل فيه موقف حصل له معين في الماضي مع أبوه وأخوه وعائلته بشكل عام وخلاه يطلع بهالشكل؟ ولا الولد معطوب عقله من الولادة زي رجله؟ العجيب إنه أليسنت صاحبة المبدأ والشرف والأخلاق لما سمعت بالخبر هذا ما أعطت ردة فعل. أوكي أعطت ردة فعل إنه أوه إيش سويت يا مجنون؟ لا ليش تقتلهم؟ أنا ما طلبت إنك تقتلهم. بس في النهاية سكتت يعني. أوكي. لأنه يفترض إنه الخبر هذا راح يخدم مصالحها، موت الاثنين هذول راح يخدم مصالحها بشكل جدا ممتاز. الآن منصب The Hand of the King متاح، ولاحظ إنه قال الآن تقدر تراسلي أبوكي. أبوها هاي تاور، أوتو هاي تاور. هل معناته إنه في احتمال إنه أوتو هاي تاور بيرجع لمنصب Hand of the King أو ساعد الملك؟ أو هل فيه إمكانية أصلا إنه يرجع لمنصبه بعد استبعاده أو بعد إعفائه؟ ما أعرف كيف طريقة سير الأمور، بس هل ممكن ولا مش ممكن؟ عموما يا جماعة شخصية لارس شخصية خطيرة ومرعبة، بل هي أشد خطورة من الرعب نفسه. شخصيته يكاد الرعب يتلاشى أمامها والخطورة تتبخر في حضورها. إذا في شخصية مفروض نخاف منها ونقلق من تصرفاتها في المستقبل فهي شخصية لارس الأعرج، واللي قدم بالمناسبة مؤدي الشخصية أداء جدا جدا رهيب وأسطوري. رائع رائع مخيف. الآدمي الآن عنده جيش من المجرمين. أوكي صح إنهم ما هم عدد كبير، بس إنهم جيش صغيرون. قطع ألسنتهم وحررهم من السجن، والآن هم يخدمونه ولا يعصون له أي أمر. ولك أن تتخيل خطورة جيش من المجرمين المقطعة ألسنتهم. يا ساتر. ختاما يا جماعة، عندنا ثلاث نقاط على السريع. رينيرا هربت فقعت إلى دراغونستون، ويا عالم وش خطتها. أوكي هي هربت مش لأنها خلاص ناوي تترك العالم ذا وناوي تترك السياسة، لا، هي بدأت تستشعر خطورة الفضيحة اللي انكشفت عليها، فضيحة إن عيالها كلهم عيال زنا بدأت تنتشر. ولكن هروبها لدراغونستون أتوقع إنه وراها خطة جالسة تطبخها هناك أو ناوي تطبخها هناك، وأعتقد إنه ربما ينضم لها الأمير ديمون. غير كذا يا جماعة، عندنا الأمير ديمون وفقدانه لشغف السلطة والمكانة والعرش والخرابيط السياسية هذه بشكل عام. الآدمي يعني كذا من الطفش بعد ما غسل يده من السلطة والسياسة والطفش، كان مستعد يعيش في بلد غير بلده بين شعب غير شعبه، لأنه حسب ما فهمت أنه ما عاد عنده اهتمام في السلطة والسياسة. خلاص يا ابن الحلال، السلطة خليها تولي، السياسة خليها تولي، طفش. أوكي قفزة 10 سنوات هذه ما شفنا إيش صار له، بس عرفنا أنه في النهاية طفش. ولكن يبدو أن موت زوجته المؤثر والمؤلم بواسطة التنين فيجر ربما غيرت شيء فينا
نفسه. علشان كذا يا جماعة قلت لكم احتمال انه ينضم الى رينيرا في دراغون ستون، بحيث يبقى امامنا في المستقبل معركة قد تحصل، اقصد معركة ما بين الملكة أليسنت ولاريس ومن معها ضد رينيرا وديمون ومن معهم. ايش اللي خلاني اخمن كذا؟ طبيعي ديمون لو بيرجع الى السياسة واللف والدوران بيروح في صف مين؟ بيروح في صف أليسنت؟ لا، بيروح في صف رينيرا، لأنها الأقرب إلى قلبه والأقرب منه دما كمان. النقطة الأخيرة واللي ظهرت في نهاية الحلقة يا جماعة هي رمزية الفأر أو الجرذ. في نهاية الحلقة الخامسة ظهر هذا الفأر وهذا الجرذ. أوكي مو شرط يكون نفس الفار، بس هذه رمزية. ظهر أثناء عقد الأميرة رينيرا من لينو. متى ظهر الجرذ هذا والفأر؟ بعد ما سقط في سيرس على ظهره لما أغمى عليه. وظهر الجرذ هذا أو الفأر برضو في نهاية الحلقة السادسة أمام الملك في سيرس. ولكن هذه المرة في سيرس شاف هذا الجرذ وطالع فيه كذا بنظر وش عنده ذا. واللي نعرفه يا جماعة انه رمزية الجرذ او الفأر تشير الى ايش؟ تشير الى الخيانة، الى الغدر، الى وجود دخيل، الى ووجود جاسوس متخبي ما بيننا. فمن يكون هذا الجرذ يا ترى المتخبي في بلاط الملك في سيرس؟ انا صراحة عندي توقعات كثيرة لانه البلاط مليان جرذان، مليان ناس كثير في انفسها مصايب، ولكن بترك لكم هذه الاجابة. اتوقعوا انتم وشاركوني توقعاتكم من يكون هذا الجرذ في التعليقات. مشهد في سيرس في نهاية الحلقة للامانة كان جدا مؤثر، وهو يبوس الخاتم اللي اعتقد انه خاتم زوجته اللي ماتت في بداية الموسم، وكأنه يقول حال من بعدك يا زوجتي أبد ما هي حال، والعرش من بعدك معاد به لا نسوة ولا رجال. وكأن لسان حال في سيرس يقول لو إنك باقي عايشة وما متي وما مات طفلنا معاكي ما كان وصلنا لهذه المرحلة من التخبط والدمار. مسكين في سيرس، مسكين في سيرس يا أخوان، مسكين مسكين. خلونا برضو ما ننسى روعة أداء الممثل اللي قدم شخصية الملك في سيرس، أداء جدا جدا رائع من أول الموسم وإلى نهاية الحلقة السادسة. حلقة رائعة، مخيفة، مرعبة كالمعتاد. حصلت إلى تاريخ هذا الفيديو على تقييم 9.1 من 10. قد يرتفع التقييم وقد ينخفض، ولكن للأمانة التقييم جدا منصف. ويتبقى لنا من رصيد حلقات هذا المسلسل 4 حلقات فقط، ويا عالم وش مخبية لنا هذه الـ4 حلقات. يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة لو ما كنتم مشتركين وتفعيل جرس التنبيهات على طريقكم، ولو أعجبكم الفيديو الضغط على زر اللايك بيكون أروع شيء ممكن تدعم فيها القناة. يعطيكم العافية، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.